صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر. ايه الاخبار يا اخوانا؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بخير الحمد لله. احنا النهارده بقى انا عملت لكم طريقة، عملنا مكرونة بشاميل وعملت البفتيك اسمه البفتيك الكذاب الكذاب، وعملت لكم الطريقة ان شاء الله هنزلها في فيديو مختلفة في فرنسا بإذن الله. ان شاء الله. والأكل بقى طعمه ما اقولكمش، كفاية الريحة، انا ما دقتوش بس كفاية الريحة. عملنا 4 علب، واحدة ليا، واحدة لفيروز، وواحدة عملنا لنا كلنا. عملنا لينا كلنا زي ما هو قال. بنسى اسماء ولادي، فيروز وياسمين ورضا، شايفين جميلة قوي. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم بقى، وقول لي رأيك بقى ايه. هنشوف مين اللي هيقدر ياكل الطبق بتاعه كله، انا ولا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الأكل روعة، يجنن. ولا بقى السلطة، احنا في الجنينة بقى النهاردة بس الدنيا حر. جو نار. الجو حر، انا هعلي لكم صوتي عشان اخر مرة في ناس قالوا صوتنا كان واطي جدا. كل لحمة، ما انت حطها قدامك، انت قلت خد. يا حبيبي انا متأسفة، كنت هحط لك. انت ما قلتش للناس الاكل طعمه ايه. بلاش. الاكل ما شاء الله يا جماعه، والله هناء ما شاء الله، تسلم ايديها يعني. استاذ الطبخ يعني. روعة. لا بصراحة واللحمة ولا كلمة. أنا هاكل السلطة بالمعلقة. هي بتتاكل بالمعلقة؟ بالإيه؟ أنت ما جبتش معلقة للسلطة؟ أنا مش عارف. لا اجيب ده كتير. انا مش عايز. عملت لكم بقى بطريقة جميلة جدا. وسهلة. المكرونة بشاميل انا كنت زمان بفتكرها ان الواحد بيقعد فيها وقت كبير وصعبه، بس من قد ما الواحد عملها والله بتتعمل في نص ساعه. طب ما تعلمها لي بقى واعملها في المطعم. علمها لي واعملها انا. ياسمين جت من بره، دقت على الأكل على طول. لا والله تسلم إيدك بصراحة حبيبي.
هو ما كانش عايز يعمل سلطة. بس انا صممت. فسري كلمة صميم. ما تسيبهاش عايمة. بتضرب غالي. ما حدش يكلمني. قول لهم لما عملتها للعيال في مصر قالوا لي ايه بذمتك؟ قول قول العيال قالوا لي ايه؟ اقول ولادكم الاثنين قولوا كل قالوا لي احلى مكرونه بشاميل اكلناها في حياتنا. يمكن كان بيجاملوني بقى. انت استاذه انا استاذه في الاكل عشان صوتي يوصل. ايوه علي صوتك قوي. اعلها جيب ميكروفون بقى. على فكره شجره التين، التين استوى ووريهولكوا هاكله هاكله معاكم التين. في حبه كده استوى هاكلهم معاكم. احنا نسينا نجيب ورق على فكره. عادي. اللحمه دي جديده. خليط من لحم بقري على جاموسي على بقري على خروف. وانا جبت الجاموسي دي منين؟ تيجي تعمل فيه مقلب؟ اجي اعمل فيك مقلب بعد ما اكلني؟ النبي تعمل مقلب. حلفتك بالنبي. قولي ان شاء الله بالله. ان شاء الله. قولي بالله عليك. بالله عليك. ايوه كده. فين؟ روعة. عارفين اللحمة في الغربة وخاصة البفتيك صعب شوية ان هو يتستوي في الغربة بتاعتنا دي. فأحسن طريقة اللحمة المفرومة بيطلع طعمه زي البفتيك بالظبط وأحلى كمان وأحلى والله. ما بتحبش المكرونه بشاميل؟ ماليش تقول عليها. بس انت طبخها حلو. بس انا ما كنتش بحاول اقرب منها. هو بيحب اي حاجه من ايديا. أهم حاجة في الدنيا دي راحة البال. أكيد. إن أنت تحط دماغك على المخدة تنام. دي بالدنيا كلها. الحمد لله رب العالمين. مفيش بعد كده. كنت محتاجاكم معايا. محتاجاهم فيا. ياكلوا. يا هم طبقين. عامله اربعه. طيب يعني مش هيقضوا. كل واحد لقمه. اتفضلوا يا ستي على دماغك. والله مش هيبقى المقلب. اعمل فيك مقلب بقى. اعمل فيها المقلب. والله لا تنسى المقلب.
مع المكرونه ملهاش طعم معروف. استنى لما ابدا اكل بعد كده اقول لي، هعمل نفسي باكل وانا باكل قول لي. على فكره انا كنت بقول لك كده عشان اجاملك، الاكل طعمه مش حلو ولا حاجه. ماشي يلا هبدا، 1 2 3 بسم الله. ما هو فعلا الاكل ملوش طعم. ابدا بقى قول بجد. ما هو انا بقول اهو يا جدعان. استنى هيعمل فيها مقلب بس دقيقه. اعمل فيها مقلب. واحد. ان الاكل وحش. يلا بس لا الاول نبدا نعمل نفسنا ان احنا بناكل. 1 2 3 بسم الله. الاكل روعه روعه روعه. ولا له طعم. انت بتاكليه ازاي اصلا؟ بتاكليه ازاي؟ شو قوية، هبص 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 الكلام ده، تقليد ده ملوش طعم. أنت بتتكلم بجد؟ النبي مالينا في الكلام ده. بتكلم بجد أمال بهزار. والله طعمه حلو يا رضا. يمكن أنا اللي ما بدوقش. ما تجيش في الفيديو غير لما تعمل كده في الفيديو يعني؟ هبص 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 هبص. استغفر الله. يعني انت سميت بدري دلوقتي اكل ولا ما اكلش؟ ابدا الفيديو ولا تقصها الحته دي؟ تقصها. يلا بقى نبدا من الاول وجديد. يلا بسم الله. بسم الله. صباح الخير. صباح النور. النهارده بقى عامله اكل روعه، عامله مكرونه بشاميل، عامله بفتيك، سلطه بطاطس، بس ما اقولكمش على الاكل. كمل بالمعلقه. يعني كده انت هتاكلي معاهم التيق، تاكلي مع حبايبك تين برضو. تين شوقي ولا تين برشيم؟ ما تكمل المقلب. مقلبة احنا لنا في المقلي. قول كمل بس يا اختي، احنا مالناش في المقلب. والله لا كمل. ما اكمل اقول اهل الاكل ملوش طعم. اهو ملوش طعم، معروف انه ملوش طعم. هكدب عليك ايه؟ والله يرضى طعمه حلو. طب دوق. والله ما انا دوق. حلو اهو. ما هو ماله اهو، شايفه اهو باكل اهو. والله حلو اهو. ايه حلو؟ والله العظيم حلو يا رضا. قولي قولي بالهنا والشفا اهو. طب ماله يعني؟ ناقصه ملح؟ ناقص كل حاجه، حتى اللحمه مش فيه. هي رضا اللحمه اهي جوه اهي حبيتين. استغفر الله العظيم يا رب. احنا بدانا الفيديو يا رضا كده تحرجني قدام الناس يا رضا. هوس هوس هوس. والله طعمه حلو. طب هوس. طب اهو ماله اهو. يمكن عندك حيل. والله حلو. طيب يمكن عندك حيل وانا هرجع اكدبك اهو اللي انا والشفا اهو. والله حلو اهو. وده يا جماعه كان مقلب في نوق العسل، كلام فاضي كله. انت كنت بتعمل فيا مقلب؟ فين الكاميرا؟ اهي شايفه الكاميرا محطوطه اهي قدامنا في الوش. فين؟ في وشنا اهي. اهي كده برضه يا رضا. كل دول مش شايفاه، ده احنا في الهيو. اما الناس بتستعبطنا ولا مش عارف. احنا في الهيو اهو. فعلا طعمه جميل. تسلم ايدك والله. تسلم ايدك والله. تسلم ايدك. ربنا يبارك لي فيك يا رب. حبيبي نداء أخير، الدواء فيه سم قاتل، رفقا بقلوبكم. روعة. شايفين؟ تعال ناخد صورة الغلاف. غلاف ايه؟ صورة ال افتح بقك. احنا غلطنا غلطه كبيره، ما جبناش مناديل. يلا معلش. يعني المناديل يعني هتيجي المناديل. الناس قالوا لي بطلي الكوكا وعندكم حق، حتى الدكتور قال لي. احنا بطلنا بس انا ما بشربهاش كتير في اليوم، يعني بس على الغدا كده ممكن اخد نص كوبايه وما كملهاش كمان.
دي حاجة سمرة بس كده يعني، مش كوكا يعني، كوكا بس مش مش القوية يعني. اكمل ولا ما اكملش تكملي ايه؟ الاكل؟ مش شايفه انت ما بتتكلمش النهارده كده، دمك تقيل. ما تاكلي بالهنا والشفا. طب يا جماعه انا متعور، انا متعور. احنا شاركناكم الاكله بتاعتنا النهارده البسيطه دي، اهي مكرونه بشاميل ما قدرناش نكملها، بس انا هكملها دلوقتي. وشويه بطاطس محمرين وشويه بوفتيك بيتين. انا كنت عايزه مسيو جانو يجي ياكل معانا، بس انتوا عارفين الساعه كام عندنا دلوقتي؟ الساعه 6:30. هو بيتغدى الساعه 12 الظهر، فان شاء الله انا هسيب له الحته بتاعتي دي كده. انا بعت له، ما في علبه جوه. لا اصل انا مش هقدر اكملها كلها. في علبه جوه، ما تدي له العلبه وخلاص. فبكده يا جماعه، اذا عجبكم الفيديو مشاركتنا الحلوه دي معاكم النهارده، ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناه. واشتراك في القناه مع الف سلامه. اوتوماتيكي ايه؟ اوتوماتيك. السلام عليكم.